كابتن هيثم، من جديد برحب بيك وبرحب بكل نجوم بنجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا دلوقتي موجودين لسه في الملعب وبنحتفل اكيد او يعني بانتصار النادي الاهلي النهارده على النصر الليبي وتاهله للمباراه النهائيه اللي هتكون ان شاء الله مع مولوديه بو سالم بكره ان شاء الله التونسي. نتمنى اكيد كل التوفيق. يمكن معي في هذه اللحظات كابتن محمد محسن لاعب النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي ومباراه اليوم. كابتن محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك فوز النهارده. اهلا وسهلا لحضرتك والف مبروك ليكي والكابتن هيثم واللي معاه في الاستوديو وجميع النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره. طبعا المباراه كانت صعبه جدا، احنا بنلعب فريق محترم جدا وفريق قوي جدا. فريق النصر الليبي عندها 2 محترفين على اعلى مستوى، غير العناصر اللي موجوده المحليه، كل التيم اللي موجود مع منتخب ليبيا. فطبعا احنا بنلعب فريق محترم جدا، قدرنا نستعد ليه كويس جدا بعد مباراه امبارح. قدرنا نعمل محاضره عليهم كويس جدا مع الكوتش والجهاز الفني، قدرنا نستغل نقط ضعفهم واستغلناه في الماتش، والحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب. وان شاء الله باذن الله صعدنا الماتش النهائي بكره، هنلاعب فرقه من تونس ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش ان شاء الله بطوله. كابتن، يمكن في اول شوطين انتوا كنتوا يعني مسيطرين بشكل كبير جدا على المباراه وفرق سكور كبير، يمكن شفنا في الشوط الثالث كنا خايفين شويه انه يحصل اي دروب، الفرق كان قريب جدا وكنا ماشيين ايكوال جيم، ده كان ايه سببه؟ انتوا عندكم اجهاد بدني ولا كانت ايه المشكله؟ والله احنا ممكن يكون احنا طبعا موضوع الاجهاد ده طبعا ده شيء طبيعي جدا، ان احنا خارجين من دوري وخارجين من سوبر وبلاي اوفس وماتشات كتير اول فتره اللي فاتت دي، خصوصا انت حضرتك عارفه ان البطوله دي بنلعب كل يوم ماتش، فالموضوع صعب جدا جدا جدا. ولكن المدرب والجهاز الفني اللي معاه طبعا يعني قدر يعمل روتيشن محترم جدا خلال البطوله دي حضرتك شايفه، والحمد لله يعني اللي بينزل من بره بينزل بيشيل زي اللي جوه، فالحمد لله. ده غير ان احنا برده الجيم الثالث ممكن يكون عندنا حسينا ان الماتش خلاص بقى بتاعنا، بس الحمد لله قدرنا نسترجع حساباتنا وناخد الجيم ونكسب الماتش الحمد لله. هنستعدوا ازاي؟ مستر فرناندو قال لكم ايه؟ وكان كنت تتكلموا في ايه في غرفه الملابس؟ انتوا هتتكلموا في ايه بكره؟ تجهيزاتكم النهارده تكون شكلها ازاي لاستعدادنا لمباراه النهائي؟ احنا عندنا ريكفري دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنستعد خلاص. المباراه النصر دي احنا نسيناها خلاص، الماتش عدى، عندنا بكره فريق محترم وحصل على البطوله السنه اللي فاتت، قدر يكسب فريق نادي الزمالك، فريق محترم وفريق قوي. طبعا فريق بوسالم بكره هتلاعبنا، طبعا عندها كل امل تحافظ على اللقب، بس ان شاء الله باذن الله طبعا احنا النادي الاهلي هنقدر ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه نقدر نحسم المباراه بكره ان شاء الله لصالحنا ونفوز بالبطوله ان شاء الله. كابتن، في الاخر عايز اقول لك يمكن كان ليك كلام قبل كده في قناه الاهلي انه انت بتناشد الجمهور او بتطلب من الجمهور ان هو يبقى موجود اكتر، شايف ده فرق بعد كده؟ شايف السيمي فاينل النهارده في فرق في تواجد الجمهور وتشجيعهم ليك؟ طبعا يعني، بس برضه لا برضه يعني يعني حبه قليلين قوي اللي جم النهارده، بس برضه كتر خيرهم برضه ان هم جايين يساندوا الفرقه ويساندوا اللعيبه، لان الفرقه دي بصراحه يعني بكلمك بصراحه تستاهل كل الدعم من الجمهور. احنا السنه دي عملنا موسم كبير جدا، اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه كلها على قلب رجل واحد، الجهاز الفني معانا جهاز محترم جدا، فالفرقه دي تستاهل اكتر من كده. وبكره بقى يعني بكره الفرصه الوحيده يعني ليهم ان شاء الله هم يجوا لنا، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه نحتفل كلنا بطولة افريقيا والتاهل لبطولة العالم يعني ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن، بضم صوتي صوتك ان شاء الله بكره نشوف عدد كبير جدا من الجمهور، وانتوا تستاهلوا اكيد كل خير ان شاء الله، بكره نكون بنحتفل معاك بالبطوله ان شاء الله. ومبروك لكم ماتش النهارده. شكرا، ميرسي. شكرا جدا يا كابتن. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن محمد محسن، واحد من نجوم النادي الاهلي واحد من نجوم الفريق النهارده ومباراه النهارده. وبشكرك جدا يا كابتن، لو عندك اي استفسار العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو اتفضل. منا بشكرك، شكرا جزيلا.